أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل مع قبرص في إطار من المبادئ المشتركة والعلاقات الوثيقة بين الشعبين. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي أوضح شكري أن مصر تتعاون مع قبرص في ضوء دورها الهام بالاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مصر ستواصل تعزيز تعاونها في شرق المتوسط. علاقات متنوعة مع قبرص، سواء كانت علاقات ثنائية، علاقات في إطار التعاون الثلاثي مع مصر، بين مصر وقبرص واليونان، أيضا الفهم العميق لقبرص للمنطقة ولظروف المنطقة والأوضاع في مصر، جعلت دائما قبرص شريك في إطار العمل على تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وتستمر قبرص في هذا الدور المهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد والتعريف بالقضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي المصري وتعزيز أمن استقرار منطقة شرق المتوسط.